الكهرباء يعني معنا من حاجة لحاجة، من عطل كيبل، من أحمال وطرح أحمال، يعني ما معاش لحقنا حتى حاجتنا ودبشنا خرب في ما عزقناه، حتى يعني لابسط الأشياء فقدناها مع الضي، ما وضع يعني ما يساوي. تمينا من مكان لمكان، غير تمينا رب الأسرة من مكان لمكان وخلاص ندور في الريحة بشني نغيروا لهم جوه بشوية. والله يعني شو نقول لك، الحل في الناس المسؤولة، يعني يعني ينظرونا، ما طلبناش حاجة مستحيلة، يعني مطالبنا كلها كهرباء. والله شو بنقول لك، هي والله وضع كارثي بكل الحق، ينقطع علينا بالسبع ساعات 8 ساعات ويجي ساعة، يعني تمينا حتى الحوش يعني نهربوا منه من جو الحم والساخن هذا، فهمته؟ والله هي الناشد الحكومة المفروض تشقى بها، تدعم وزارة الكهرباء، تجيب لنا معدات، تجيب لنا الدبش كامل، فهمت؟ يعني والله وضع كارثي هذا الحق. يعني بالنسبة أزمة الكهرباء في بنغازي، تم ينقطع عندي باليوم يومين، وكان جاء يجيني مثلا 3 ساعات دوبين تولع الماتوري وني، فاضطريت اني اطلع بالعويل برا نضيع وقتي، وان شاء الله خير بالنسبه لوضع الضي هذا، ان شاء الله ربي يفرج علينا. في نظرك شو الحل؟ الحل ان تبي تحمل الفتره هذه شويه، يعني يتعدى الوضع او يركبوا محطات جدد باي، ويرد الوضع كما كان كيابي كالتالي. والله شو نقول لك، الوضع مزري. معقولة يعني ضي ينقطع بالـ18 بالـ20 ساعة؟ تشيني هالقصة، يفكونها من هالمركزية. مركزية مفروض راه هو عطل كهربائي، مفروض راه شنو، مفروض مخازن الشركة فيها المعدات، يعني توا بالله عليك لنا قريب شي 4 أيام ولا 5 أيام. معقولة مفروض راه كان المعدات في المخازن، راه حلينا اشكالية الضي، راه مش 5 أيام، راه على الأقل يومين، ويصلح الله الحال إن شاء الله. ديما طيب من الصبح قريب عند الجي، أنا قريب 8 إلى 4 ساعتين. أمس نقول لك شعلوا قريب 8 إلى 4، الساعة 10 طبع ما طق شيء، ونفس القصة اليوم بالصبح. أنا يفترض هالناس اللي المسؤولين اللي ماسكة اللي ماسكين الكهرباء تحشم على وجهه يا راجل، بيقمعز يا راجل، يحول يا رعيب يا راجل، تحشم يا راجل، يعني تخاف ما تتحشمش يعني. لكن واحد نظيف مش تجيبوه، لا جيبوا واحد مش يسرق. والله حل أزمة الكهرباء هي توفر، على الأقل توفر قطع الغيار اللي هي مش متوفرة حاليا في المنطقة الشرقية، ممكن لأن متوفرة يعني في طرابلس يعني المنطقة الغربية، لكن لو توفر قطع الغيار يعني يقعد أقل حاجة حتى العطل ما يطولش، فتطلب تطلب قطع غيار يجنك مثلا من طرابلس او من مكان اخر بعيد، ما مش حيطول مشكله ازمه الكهرباء. فافضل حل يعني انه توفر يعني قطع غيار تقدر متواجده في مخازن، يعني مخازن المنطقه الشرقيه وبنغازي بالاخص. المشكله في القطع الضي، ما يديروش فيها مداوم، عرفتي، يقطعوا 4 ساعات بعدها يخلوك ساعتين، وبعدها يقطعوا لك اخرى 4 ساعات وكذا، يعني ما كان حتى العمليه مثلا متواصله على روتين معين مثلا، عادي للإنسان شنو الشعب طبعا يتعامل معها. شنو الحل؟